في البداية مؤتمر عام لنقابة المحامين المصرية. احنا كانت اتولدت كفكرة سنة 2018، كانت بالتعاون مع الأستاذ مجدي سخا. احنا بنشكره ان هو ادى ثقته فينا السنة اللي فاتت. قدرنا نطلع عملنا مجهود كويس جدا السنة اللي فاتت، وقدرنا نطلع بنتيجة كويسة جدا، وده اللي خلى النقابة العامة وشجعنا احنا معاهم ان احنا نقدر نعمل حاجة او حدث كويس يليق بالسادة المحامين عام 2019. ومن هنا اتولدت الفكرة برضو. من قبلها بثلاث شهور احنا بنجهز وننسق في الموضوع ده، ومع الأستاذ مجدي سخا ومع الناس القائمين على المؤتمر في النقابة العامة بدأنا نختار فنادق، بدأنا نحاول نشوف ايه السلبيات اللي تعرضنا لها سنة 2018 ونحاول نجود في سنة 2019. فعلا عملنا خطة وعملنا دراسة واتعملت لقاءات كتيرة عشان نطلع باليوم ده كعرس لنقابة المحامين العامة، وكعرس لنا كفنادق وكشركات سياحة مشاركة في المؤتمر بشكل فعال. وفعلا عملنا خطة العمل وبدأنا، والحمد لله طلعت النتائج بنسبة احنا ما كناش متوقعين. احنا الحمد لله النجاح هيبقى بالطريقة دي. الحمد لله الفنادق كلها فعلا تعاملت معانا، الفنادق مشيت على الخطة والبلان اللي احنا كنا حاطينه. كان في سرعة تسكين، كان في سرعة في عملية التسكين برضو، سرعة قوية جدا. الحمد لله تقريبا التسكين ما خدش مننا اكتر من ساعتين، وحضرتك بتتكلم في تسكين 7000 محامي او 7000 عضو ما كانوا موجودين معانا. طبعا احنا كان لينا الشرف ان احنا شاركنا في مؤتمر زي دوت، واحنا دايما بنقدم خدمتنا للنقابة العامة. بنقول ان اليوم ده فعلا احنا مبسوطين بيه، لان هو يعتبر عرس لينا كمدينه الغردقه وكل الفنادق اللي مشاركه معانا في مدينه الغردقه. انا كان نفسي اقول اسامي الفنادق واقول الشركات اللي شاركت معانا، ولكن احنا عشان ما يعتبرش نوع من الدعايه، ولكن انا بحب اوجه لهم الشكر من قلبي ان احنا قدرنا فعلا نعدي بالمؤتمر لبر الامان، وقدرنا ننال شكر واستحسان والتقدير من النقابه العامه. فانا في النهايه بشكر الاستاذ سامع عاشور نقيب المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين، وبشكر الاستاذ مجدي سخا ان هم فعلا دايما ثقتهم فينا غاليه. فاحنا يا رب نكون قد الثقه ديت ونكون منا ثقتكم. وفي النهايه بشكركم وبتمنى لكم اقامه طيبه، وكل سنه وانتم طيبين وعقبالكم بالسلامه.